طيب، اخبار كتير كالعاده على النادي الاهلي في السوشيال ميديا وبعض الصفحات الرسميه المختلفه على السوشيال ميديا، ونشوف ايه اهم الاخبار دي. طبعا الكل بيتكلم عن مباراه اليوم الاهلي وطلع الجيش. نبتدي بحساب كره بلس، وده بيتوقعوا تشكيل الاهلي للماتش ده. مصطفى شوبير في حراس المرمى، محمد شرقيه، رامي ربيعه، محمد نصير ومحمد اشرف خط الدفاع، محمد فخري، محمد محمود، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني، احمد غريب واحمد عبد القادر سواء في وسط الملعب او كمهاجمين. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق ايا كان بقى هو ده التشكيل الصحيح ولا لا، لكن ده مجرد توقع من يلا كوره. طيب كمان لسه مع يلا كوره بيقولوا ان الاهلي يطارد بيراميدز ورقم استثنائي بمواجهه طلائع الجيش بالدوري. حته بقى مطارده الاهلي لبيراميدز، اصل بيراميدز المركز الثاني والاهلي المركز الثالث، بالنسبه للاهلي وجمهوره الموضوع مش فارق كتير. طبعا ما خدتش البطوله، ما كنتش موفق انك تاخد اللقب، الثاني زي العاشر. طبعا ما اتمناش الاهلي يبعد في المراكز طبعا اكيد يعني، لكن في نفس الوقت دايما الاهلي بيلعب على اللقب. فبيراميدز الثاني، اهلي ثالث، مش فارقه كتير، خصوصا ان المقاعد الخاصه ببطولات الافريقيه اتحددت، والاهلي خلاص موجود بشكل رسمي في دوري ابطال افريقيا ايا كان مركزه ايه، بعد الاستناد لنتائج الدور الاول طبقا اللي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد المصري لكره القدم قبل بدايه الموسم. لكن هم هنا بيتكلموا على ان في يعني نتيجه معينه، او بيتكلموا على ان في رقم استثنائي بمواجهات طلائع الجيش، وقالوا ان الاهلي حقق نتيجه تعادل سلبي في اخر مباراتين مع طلائع الجيش، وهذا ما تقرر في موسم 2008 وكمان 2009 عندما تعادل الفريقين سلبيا ثم بنتيجه 2-2 قبل عوده الاهلي للانتصارات على طلائع الجيش بالفوز بنتيجه 3-1. يعني في كل الاحوال بتبقى بعض الاحصائيات وبعض الارقام قبل كل مباراه. طيب ده بخصوص الخبر ده، خلينا نروح لخبر اخر، وده من خلال اليوم السابع، وبيتكلموا على ان 32 مباراه جمعت الاهلي وطلائع الجيش في الدوري قبل مواجهه الليله، وبيقولوا يعني احصائيات المباريات دي كانت عباره عن ايه. الاهلي فاز في 23، طلائع الجيش فاز في مباراه وحيده بس، وكانت في السوبر المحلي اللي هي الاخيره، وكسبوا ضربات الجزاء واتعادلوا في 8 ماتشات. يعني طلائع الجيش ما فازش على الاهلي ولا مباراه في بطوله الدوري. الاهلي احرز 61 هدف، وطلائع الجيش احرز 14. اول مباراه بين الفرقتين انتهت بفوز الاهلي 1-0، نتيجه اخر مباراه كانت التعادل السلبي بدون اهداف. كل الارقام بالمناسبه مش مقياس اي رقم بشكل عام او احصائيات وكلام من ده، طبعا الناس تهتم بيها بشكل كبير، لكن في نفس الوقت مش مؤشر بالنسبه لك لما سوف يحدث في اي مباراه من المباريات. يعني حساب بطولات على تويتر بيتكلموا على تصريحات وكيل سواريش، واللي بيقولوا ان الاهلي لم يتحدث مع ريكاردو عن الرحيل اطلاقا، لكن المدرب يشعر بالضغط الشديد كما لو كانت كل مباراه هي معركه يخوضها وليس هناك سببا لرحيله. دي تصريحات الراجل، لكن خلينا نشوف الامور هتمشي ازاي. النادي هو المنوط بالاعلان عن اي جديد يتعلق بالجهاز الفني او بالفريق الاول لكره القدم، وزي ما اتكلمت مع حضراتكم في البدايه ان في اجتماعات مكثفه، وهينتج عن الاجتماعات دي قرارات بعد اخر مباراه للاهلي في بطوله الدوري امام سيراميكا اللي هتكون يوم الثلاثاء اللي جاي. فننتظر ونشوف القرارات هتكون عباره عن ايه، وايا كان ايه هو القرار، كل الدعم والمسانده للنادي الاهلي في كل الاحوال. طيب خلينا نروح لخبر اخر، وده من الوطن الرياضي، اللي بيقول ان الاهلي يقرر تاجيل ملف التعاقد مع حارس مرمى جديد ويرفض بيع شوبير. وخصوصا يعني هم مثلا هنا بيتكلموا على الخبر ده، يعني برضو خلينا نقف عنده شويه، لان لو الاهلي او الناس في النادي الاهلي شافوا ان الاهلي محتاج حارس مرمى جديد، اوكي مفيش مشكله، اهلا وسهلا بيه ايا كان مين هو حارس المرمى ده. لكن في نفس الوقت احنا برضو عندنا حراس مميزين لو استمروا هم الشناوي طبعا مفيش اي كلام عليه، علي لطفي موجود ادى الفتره اللي فاتت بشكل كويس، مصطفى شوبير اللي ممكن يكون عنده بعض العروض اكيد بحكم يعني المستوى المميز اللي بيقدمه خلال الفتره اللي فاتت ايا كان الوضع، لكن لازم نشيد باداء الحراس اللي ما كانتش بتشارك اللي هم علي لطفي ومصطفى شوبير. الاثنين عملوا فتره رائعه جدا جدا جدا، وكانوا بيساهموا بشكل او باخر في حفاظ النادي الاهلي على شباكه نظيفه، اعتقد في 10 مباريات متتاليه يا جماعه لو انا بقول الرقم صح يعني. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل، لكن لو ده قرار حقيقي داخل النادي الاهلي مثلا فكل الدعم، واكيد قرارات مهمه، واكيد مستوى الحراس مؤخرا يطمن بشكل كبير جدا. الشناوي ما كانش موفق، بس هو افضل لاعب في افريقيا في كل الاحوال، وهيرجع وهيبقى افضل بعد فتره من الراحه اللي كانت مهمه جدا بالنسبه له. علي لطفي ومصطفى شوبير اتكلمنا عنهم ما شاء الله عليهم يعني.
خلينا كمان نروح لكوره 11 وحسابهم على فيسبوك وبيتكلموا على الاهلي ينتظر الحصول على 3.5 مليون دولار في الساعات المقبله في صفقه رحيل نجمي الفريق. طب هم هنا بيتكلموا على مين؟ بيتكلموا على اثنين من لاعبي النادي الاهلي بالتحديد. صفقه انتقال او يعني بيتكلموا ان الاهلي يسعى لحصد مبلغ 3.5 مليون دولار من انتقال نجمي. خلاص هم مشي اللي هو بدر بنون وبادجي، وفي مستحقات بالنسبه للنادي الاهلي عند فريق قطر القطري اللي راح له بدر بنون، ومستحقات عند فريق اميان الفرنسي بخصوص بادجي اللي انتقل بشكل نهائي لصفوف الفريق. ويعني برضو دي جزئيه لازم نشيد بيها، لان انت في نفس الوقت لما جبت مثلا واحد زي بادجي اكيد جبته برقم، لكن استفدت منه اكتر من الرقم اللي انت جبته، يعني دخل لك فلوس كتير جدا لما اعارته مرتين في بيع مباشره، فكل الفلوس دي اللي انت ممكن تكون صرفتها على بادجي لا رجعت لك تاني، لان في البعض بيحاول يشكك دايما في الجزئيه اللي زي دي. في نفس الوقت لجنه التسويق مثلا بتشتغل بشكل كويس، او لجنه التعاقدات والتسويق دي حاجه تحسب لهم. نفس الحال بالنسبه لبدر بنون بعته اكيد بمبلغ كويس، فدي كلها امور مهمه. يعني ده بخصوص ترند الاهلي. نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل بعض الاخبار العالميه تحديدا. يلا بينا.